بعرف الناس اللي لاباس عليكم، احوالكم طيبه، كنتمناكم تكونوا على خير وفي خير. اليوم بديت معاكم الفيديو من السطح. ما انتم عندنا تصوير في السطح، اذا ما عندنا تصوير ما كان صبن اختي، ما صبن صار السيده اللي كتعاوني مسكينه هي صبنات بوحدها. صافي بقيت تمحله قلت لها حبسي هادي بعدا نفطرو. صافي وجدت الفطور وطلعت للسطح، والصراحه الجو زوين هاد الصباح والله إلا الجو واعر، عرفتي السما غزالة والله إلا كنت لاختنا على الكازو ونسمو رحنا في الطبيعة. إيوا صافي حنا دابا غادي نفطرو إن شاء الله، نكملو الفطور ونكمل معاكم الفيديو. داكشي اللي غندير هاد النهار إن شاء الله إن نشاركو معاكم. يلا البنات بقاو على خير حتى نفطرو نساني ونتلاقاو إن شاء الله. وحنا فطورنا راه بسيط، خبيز اتاي زيتون، اعملوا لي شارك معاكم وزويته بالليا. فطرت البنات وخلاص، انا فطرت معطلة، ما فطرتش هنا في لاب في السنة الجديدة، انا في لاب بيسين. ديت الوليد يوم لاب بيسين ايوا صافي. جيت جلست ريحت في الطوموبيل، بغيت ناكل شويه الديش لان ما تغدينا ما فطرناش اصلا بكري. غشتو فطرت 11 ديك الساعه ولا 11 ونص ولا شنو، ما غمشت الساعه. مشى ولدي كان خلاص عندو القران، مشى جيت دابا يديش. صافي ما فطرناش بكري ما تغديناش وما بداش اصلا الغدا. صافي قلت انا جبت معايا شويه الديشير ناكل لعبة الديشير في الطروبيل ونوجد ولدي، حيت ان شاء الله من هنايا غادي نمشي باش نتلاقى مع الغزالات رشيدة وفاطمة الزهرة الزوينات على قلبي اللي كنبغيهم وعزاز عليا بزاف. واحد الصديقات اللي رائعات وبسيطات، ولقيت داكشي اللي فيهم هو اللي كنبغي. هادو هو علاش مبقيت قادرة نتفرق عليهم، مكرهتش نتلاقى معاهم كل نهار. ولكن راه تعرفوهم على قرب، زعما انسانات غزالات ما شاء الله عليهم، والله قلبهم بيض وزوينين ما شاء الله، الله يحفظهم. ايوا صافي غادي ناكل انا شويه الديسير وحمقني الليمون الكبير هاكا النفيل وحمقني، ولا عز عليه البعويل عز عليه الكيوي. صافي غادي نقضي هادشي في الطبيسير ناكل انا بعدا. ناكل معان شوف ولدي الكبير هنا راه غير ياكل في بيموات ويدير ليا في الزبل في الكروبي، معمرها ليا بالقراعي. راه غدا في غدا ولا العشية اللي جيت بكري لا تفرقت أنا وفاطمة الزهرة بكري، عاد نديها لاباج ما ساليش. راه إلا كانو غدا حالي نهار الحد رانا نديها غدا الحد، ما كانو حالي معلم من دار خلاح. خليت أنا حتى شبعت وخطات لولدي، قطعت ليه التفاح البعويد الكيوي الليمون المندارين والنافيل، انا كنحمقني الليمون النافيل. ايوا صافي هنايا خليت له هذا اللي بغى يزيد ولا شي حاجه، المهم غادي نغطى له هذا ما يجيب الصراحه معايا لا غطا لا سولوفا. المهم البنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه، شكرا ليكم البنات كلهم اللي كانوا عند فاطمه الزهراء، دخلوا عند فاطمه الزهراء وسمعوها كتهضر على الاكسيدو ديال الولد اللي دار وصيفطوا ليا وقالوا لي على سلامة ولدك. انا كنشكركم بزاف راه ما تصورش، فرحت بزاف بزاف بداك التعاليق كلهم اللي جاوني وقالوا لي شفناك عند فاطمة الزهراء وعلى سلامة وليدك. الله يسلمكم والله يفرحكم والله يخلي لكم وليداتكم، الله يرزقكم الصحة والسلامة وتفرحوا بهم كيف ما بغيتوا. والله البنات فرحت يعني، وليت معتبركم عائلتي الثانية اللي كتفكر ليا وكتسول فيا. والله العظيم انا كنشكركم بزاف لان ديك المشي عند فاطمه الزهراء والله العظيم جاتني على غفله. هضرت مع فاطمه الزهراء كنا دايرين الاربع غادي نخرجوا نمشيو للسوق ديال التوب شارع التوب. ايوا صافي حتى عيطت لها قلت لها فاطمه الزهراء واش غنخرجوا، عيطت لها مع ديك ثلاثة ونص بحال هكاك ربعة لاروب، هاد هو الوقت معايا تعيط ليها. قالت لي لا اختي والله انا مسطونه، انا كنوجد في كاسكروب، والله دخلت من الزنقه انا كنوجد في الطبله وباقي الحريره ما دورتهاش. راه هي عندي سعاد وماماها واختها،
قلت لها يا فاطمه زهره نجي عندكم راه قلبه غادي يتفرقع، باغا نجي نفوت شويه، اختي سعاد راه عزيزه عليا. قالت لي اجي اختي مرحبا بك، والله العظيم ديك مرحبا بك. قالت لي يا فاطمه الزهراء حتى فاجئتها عليا، وكنت معاها الصبا داك النهار كان بالليل، ثلاث بالليل كان وقع لولدي المشكل، كان ضرب واحد البنت والحمد لله خرج كل شيء مزيان، ديناها درنا الراديو، كانت صفات مسكينه وعلقوا لها السيروم وخرجات مني بالخلعه شويه. ولدي حتى هو تخلع، ما عارف مسكين ما عرفت حاجه عمرها ما فايته عليه، وتخلع خرجها مني بالخلعه حتى هو. وعرفت شي بقى جالسه في الترجم وكنخمم وتنقول يا ربي الحمد لله، ما خصنيش نقول، ولكن راه في واحد الوقت كنضعف الايمان. قلت له الله يا ربي المصائب كتصب عليا من كل جهه، تحرمت من بنتي، تحرمت من الحياه الزوينه، تحرمت من انني كنت صحيحه بحال الناس، ما يكون عندي حتى ما تحرمت. هذا ولدي هو ملي كبروا هالمشاكل بدات معاه، عرفتي هكا تنقول. وكنبكي حتى عيطت لفاطمة الزهرة، والله البنات ملي مشيت لعندها وفوز رجعت بواحد الطاقة زوينة، رجعت بواحد الطاقة فرحانة والحمد لله. خلاص ملي شفت التعليق ديالكم نتوما زدت فرحت ونسيت المشاكل. اتفكرتهم حتى دابا كنهضر في الفيديو، اتفكرت المشاكل ديال داك النهار. وشكرا لكم البنات بزاف، طولت ولدي غنلقاه دواش وخرج. يلا البنات خليتكم على خير الساعة عشان يخرج ولدي من لابيسين ونكمل الفيديو معاكم. وإسلام دابا خرج من لابيسين والدسير ديالو موجود، هو إسلام بصحة وراحة لابيسين. إسلام الله يعطيك الصحة ماما. يلا ماما حنا غادي نمشيو، يلا خذ نتا الدسير وأنا غادي بسم الله. وفي هاد اللحظة وصلت تلاقيت مع فاطمة الزهراء ورشيدة ودخلنا نضربو دويرة هنايا. شوفوا اللي خاصنا صار، خاصني شي قريعات وخاصني شحال من حاجة. البنات بحال القريعات هادو إن شاء الله هما لي جاية باش ناخد، إلا خديتهم راه غنشاركهم معاكم 40 درهم غزالين. البنات بغيت نعتذر على الفيديو السابق، الفيديو الأول اللي قبل من هذا معرفتش علاش في الآخر ولات غير الضبابة، كاين صوت الضبابة معرفت نحيدو معرفتش صافي في الاخر خليته، ولكن راه الاخر ديالو راه باين اللقطات ديال السلاطه واللقطات ديال الدجاج كيفاش قاديتو، يعني روحة تبان ضبابة في الاخر كاينين التصاور ديالو، يعني واحد زوج دقايق الاخرين راه بدات تبان الصورة. والله العظيم عصبني هذاك الفيديو، والله العظيم لا راه جات رشيدة هي اللي قالت لي، قالت لي واش لاحظتي الفيديو؟ قلت لها قاديتو ونطيتو شحال تمارة ديال ضربت عليه، قالت لي لا راه اش وقع واش وقع ليه. ايوا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. هنا البنات كاين هاد الفنيجات لي واعرين عندي في الدار، عرفتي راك شاريهم ب14 مية. شوف هنايا دابا دايره لهم غير 40 درهم. كاين ديكوراج، كاين المهم هاد المحل فيه كل شي غزال ما شاء الله عليهم، زعما فن. هاد البريدات ديال 100 درهم لا اللي بغاها كيقاد، وخا صراحة أنا البنات متعجبونيش في الأساس، مازال هادشي ديال القهوة ندير فيه حليب ندير فيه قهوة وهاد كندير هادوك لا. شوف هادا ديال الكراتان زوين غزالين، كراتان وبحال المقيلة ديكورهم زوينين. هاد البريدات هاكا بالصفاية ديالهم كل واحد وثمانو، الكبير 100 درهم كاين 70 درهم. شوف هادي حمقاتني هاد القريعة بالكويسات ديالها. هادو عاوتاني ديال السكر وهذا وفين كديرو الخبز وزويونين 170 درهم. كاين هاد الشبيكات ديال التصبين عندهم هاد اللعيبة لي كيديرو فيها الوليدات اللعاب ديالهم، المهم كلشي ما شاء الله غزال. راه كان واحد الزحام عندهم، هادو 6 كيسان ب40 درهم، 6 كيسان بالكرطونة ديالهم 40 درهم، واحد الزحام واحد الصداع صافي وحيد الصوت. عادت للدار وعاد نعاود صوت اخر. البنات عافاكم راه التمارة اللي كنضرب في هذا المونتاج هذا، عاونونا في القناة طلع الله يجزيكم بخير، بارطاجيو الفيديو. اللي عندها شي كبيدات ديالها وحبيبات ديالها وخوتها وخواتاتها وميماتها بارطاجي معاهم هذا الفيديو، الله يحفظكم ويسر اموركم يا ربي. هنا فاطمة الزهراء شدت ليا التليفون، عرفتي هاد الشيتات هاكا لابابو ديال الكوزينة غزالين صراحة، والله هزيت وحده باش نجيبها هذيك الحمراء ونسيتها وجيت ترجع ناخذها.
صراحة نسيتهم، 5 دراهم غزالة. ايوا الحمد لله، سبحان اللي ميسها. كانت القرعات تسيدي 5 دراهم، قرعة ديال الزيت زوينين 5 دراهم. هاد الزيكس راهم داير ليهم اثمنة زعما زوينين، هادو زوج ب5 دراهم، وهادوك الزيكس 4 ب5 دراهم. انا شاريهم من عندهم، ما كتنضي ما حتى شي حاجة، زوينين. عند شيتا ودونديس زوينين، هادو خداتهم فاطمة الزهراء في الكري، وانا خديت في الذهبي، تينفعو الصراحة زوينين. المهم داكشي اللي خديت، ابقاو معايا حتى لاخر ديال الفيديو، انا غادي نوريكم كلشي. داكشي اللي شريت ان شاء الله غادي نوريه لكم. البنات راه وليتو عائلتي التانية، راه مبقيتش نخبي عليكم حتى شي حاجة. اللي شريتها نوريها لكم، اللي طيبتها نوريها لكم، صافي ما كاينش ما بقى نخبي عليكم والو. شوفوا هاد اللعيبة مفروقة على اليود، تحط فيها كاس زيتون ولا هذا 13 درهم، زوينة ديكورها زوين. وهاد البخاخة ديال الزيت عم غادي نوريهم ليكم، شوفوا غزالين وديال الزاز ماشي بلاستيك، دايرين 360 ريال، الكبار والصغار بحال بحال، نفس الديكور نفس الثمن، وخا الديكور مخالف. شوف هادي كيف دايرة، انا كنوريها لكم، وهادي كيف دايرة. شوف صافي، هادو قرعة ديال الزيت، هادو طبيعة تلاتة هاكا اللي كتربي فيهم في الطبلة. كاين هاد اللعيبة اللي عامرة هاكا فيها الميات المعالق كلشي، 200 درهم، 4000، والكرة فيها كلشي غزالة. صافي انا حاطين هاكا بالنسبة اللي باغي يحطهم في الطبيلة، معلقات وهادوك اللعيبة ديال العسل. وهاد الطبيلة تحت انا فيها حمق للذهبي، وحمقوني هادو، والمشكلة عندي في الدار وما كراش نزين. وقلت عدو لا بستاج واش انا غادي نوقع نشرب الماء. صافي ناخد الحاجات اللي خاصيني وغادي نمشي. هادو هاكا ديال كنينيك. احنا البنات سالينا الدوران وجينا نديرو كسكرون، انا وفاطمة الزهراء الغزالة ورشيدة حبيبة ديالي. جينا اختي مزروبين، جبنا كلشي معانا من الزنقة. والله يعطيك الخير. مخبية ما عندناش رشيدة راسك من ورا. رشيدة وفاطمة الزهراء ما ديرناش الدرات، صافي جالسين مورايا. واش شادين انت فاطمة الزهراء في التليفون بطبيعة الشمالية؟ هاي الشمالية حتى هي معانا وخا في التصويرة. تحياتي للمتابعين كاملين اللي كيدعموا اختي زهرة وفاطمة، وشكرا شكرا لكم وفرحانين. الله يعطيكم ما كنتمناو. امين يا امين اختي. والله الا عرفتي شنو قالت لنا والو، تمشيو تشربوا معايا قهيوة ورجمنا. بغاو يشربوا في القهوة، قالت لي اللهم الدار وهي نمشيو للقهوة. جينا للدار هنايا ودارت لنا دارت لنا قهيوة اختي مع الصراية لحقة وطريقة اختي. هي اختي يلا دابا غادي نجلسوا نكمل، انا خليتني ودابا غادي نجلسوا فيا ودابا غادي نجلسوا نكملوا هذا. وقيلا غتختمي معاهم فيديو هنا، غتختمي الفيديو هنا سالم. نكملوا ختمي لبستي نجي نصور يلا صورهم. هاي تتصور صافي، خليها نصورهم صافي مزيان. نقول لك انا خرجت صافي، تكملي الفيديو صافي، تكمل معكم فيديو صافي. ها درت لك شنو يا زهره؟ درت لك المينياتور، ها هو شتيها البنات. مشات فاطمة الزهراء درنا كسكرون، ضحكنا شوية جمعنا شوية. ايوا مشاو في حالهم، ساكن تنسخاش بيهم والله الا كانوا كنسخا بيهم، تبارك الله عليهم الله يحفظهم يا ورشيدة. صافي وغش غنشارك معكم مشتريات اللي شريت ان شاء الله. ماما نحط كلشي في الطبلة باش تبان لكم كلشي ان شاء الله. أول حاجة خديت لي حمصات معندكش شحال أنا باغا ناخدها، هو هاد البخاخ ديال الزيت هدا بحال هكا ديال الإفراير. أهو خديت واحد وخديت هادو، خديت ثلاثة، خديت ثلاثة ديال الوحدين غزالين تاهما كيحمصو بحال هكا. خدمة من القهيوة الزيتون زيت كونفيتير كلشي. خديت هاد الفوي هذا حيت عندي واحد كبير، وخديت هاد الصغير ها هو الكبير. عندي هذا كبير وخديت الوليد ديالو الصغير ديالو. خديت هاد الناس هادو لي الثمن ديالهم ماشي غير خير، بجوج ب25 درهم، خاطر واحد غير ولي تسالي بيهم غير ديال الطياب، ملي تسالي بيهم تمسحيهم وتخفاو.
واعي، وهذه الساقات بخمسة دراهم، ولكن راهم غاليين. أنا غادي نوريهم، أنا مسخفي من الفوطة، البنات اللي متبعين القناة راهم شافوني من اللي خديتها هكا طويلة، هذه مفرقة كل وحدة بخديتها. فني خديت واحد المباخرة بخمسطاش درهم، خمسطاش قرن تبخار، هذه خديتها هكا غير بيت نعاس هكا خفيفة وتا بيت نعاس. خديت هاد بوعويدة وبنيتها سنين 30 درهم، هذه غزالة غزالة. وخديت يا لاله هادو شحال كيحنوكو عرفتي، راهم غير بلاستيك وليس راه المنظر ديالهم كيحمق. خديت جوج خلاص هاد البلاستيك راه فايت هاد الطبق لي شاركت معاكم لي كيت يتسالى، كنمشي ناخدو. خديت هاد البلاستيك هاد ب هاكا كتحليه كتغطي بيه هاكا الطبيصلات و كتكون على هاد الشكل، كتكون مجموعة بحال هاكا و كتحليها كتغطي بيها هاكا بحال الطريبيش، كتغطي بيها الطبيصيل هاكا ديال العسل ولا الزيت لا بقالك ولا الماكلة ولا أي حاجة. صافي باكية بعشرة دراهم زويونة. إيوا البنات هادشي لي خديت راه أسمنة مناسبة بداك المحل، راه زعما غزال، راه جا في شارع الحشرات، المحل رائع يعني هاد الأسمنة كلهم. والله العظيم ما جاي عند مال المال لي كيبيعو داكشي الكبير في حي بيعان 2600 قاليا. صافي قلت لي ما غاديش ناخذها، خليتها من بعد جات لي غاليه. ملي مشيت لقيت هذه دايره 15 درهم عند هذا المحل، وجوج جاي خديت جوج ب 500 ريال 25 درهم. صافي خديت جويجات، وهاد شحال السنه كتحمق هي كاينه في البيض وكاينه في الكحل، انا خديت الكحل حيت اير فراير عندي في الكحل. وهاد القريعات اللي فنين انا دابا نيت غندير فيهم الحليب والعصير. هادشي لي كاين البنات، أمام هادو واعرين، هادو 60 درهم، 60 درهم خطيرين واعرين، عرفتي كيبانو بحال الزاج بحال ولا غير بلاستيك، راه العظيم. المهم الصراحة حتى حاجة مندمت عليها في هادشي، زوينين كلشي زوين. هادشي لي كاين البنات، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمناه يعجبكم، وما تنساونيش من اللايكات والتعاليق الزوينين اللي كيفرحوني. شكرا بزاف البنات، شكرا البنات. الفيديو السابق ما عرفتش شنو وقع لي في الاخر، ولا كتبان عند بابا ما فهمتش علاش، سمحوا لي بزاف والله ما جاتني لا المسحول لا العاود ولا حتى شي حاجه. يلا البنات شكرا بزاف، يلا الله يعاونكم.